شاء الله بإذن الله مستعدين للبطولة، وإن شاء الله بإذن الله راح نقدم اللي علينا وأكثر. نوعدكم إن شاء الله بالذهب ودعواتكم معنا. استعدادنا للبطولة طبعا كانت يعني رحنا شاركنا معسكر دولي بأوزبكستان لمدة تقريبا 15 يوم، شاركنا مع أبطال وتمرنا مع أبطال عالميين والكل يعرفهم واستفدنا منهم طبعا، وإن شاء الله بإذن الله يعني الله يقدرنا ونرفع رؤوسكم ونبيض ضيوفكم إن شاء الله ونقدم مستوى المطلوب وأكثر، ونوعدكم بالذهب إن شاء الله ودعواتكم معنا. والله إن شاء الله أنا مستعدين، وكنا معسكر إن شاء الله أذربيجان أوزبكستان قصدي، وإن شاء الله أنا مستعدين وإن شاء الله نحقق فيها الذهب، واستعدادنا يعني إن شاء الله كان قوي، معسكرنا كان قوي بإذن الله، وإن شاء الله نحقق فيها الذهب بإذن الله. الأوزان إحنا عندنا من 60 للثقيل، من 60 للثقيل هو فوق 100، والمنافسة قوية طبعا الناس كلها جاهزة، وإن شاء الله إحنا جاهزين بعد بإذن الله حق البطولة. بالنسبة لاستعدادات المنتخب الكويتي لبطولة الألعاب الخليجية الثالثة، شاركنا في معسكر دولي في جمهورية أوزبكستان لمدة أسبوع مع منتخبات دولية، وشاركنا أيضا في معسكر داخلي في جمهورية أوزبكستان مع الأكاديميات والأندية الأوزبكية. بالنسبة للبطولة الخليجية أتوقع يعني ما ما يخفى عن احد ان الكويت هو عميد اللعبه في الخليج، حاصل تقريبا على جميع البطولات الخليجيه السابقه. هذه البطوله لها شوي نكهه مختلفه او مستوى مختلف من الاحتراف بسبب فتح باب الاحتراف في دول الخليج مثل قطر والبحرين والامارات. نتوقع ان شاء الله الحصول على المراكز الاولى والمنصة بإذن الله في المركز الأول، لكن هالبطولة أتوقع راح تكون منافسة مختلفة وعلى مستوى أعلى جدا بالنسبة للاعبين. لاعبيننا على أتم الاستعداد بعد المعسكر، مستوى عالي من اللياقة والمستوى الفني اختلف للأمانة. معسكر أوزبكستان كان اكتشاف جيد، وكان يعني دولة جاهزة والأفضل للمعسكرات للعبة الجودو. حاليا الاي جي اف اللي هو الاتحاد الدولي للجودو يصور مشاركات جميع اللاعبين في البطولات الدولية أو القارية، دائما يكون له تصوير محفوظ في رابط الاتحاد. هذا الشيء ساعدنا احنا بالرجوع للاعب ودراسة لعبه ومتابعته وتعويد اللاعب، أو حتى بعض اللاعبين هم اوريدي يتابعون منافسينهم. الحمد لله استعدينا من أحسن ما يكون، ونشكر اللجنة الأولمبية واتحاد الكويتي للجودو على المعسكرات الدولية في أوزبكستان، ومنها احتكينا مع أفضل لاعبين مستوى دولي، وإن شاء الله الله يقدرنا أن نمثل الكويت بأحسن صورة، ودعواتكم إن شاء الله. كل بطولة بحد ذاتها هي تختبر نفسك فيها وتشوف أغلاطك وتعدل نفسك وعشان تكمل المشوار إن شاء الله وتستفيد كخبرة يعني. الحمد لله رحنا معسكر دولي في أوزبكستان، واحتكينا مع دول واجد من الدول القوية في لعبة الجودو، وإن شاء الله مستعدين للبطولة وسوينا اللي علينا والباقي على الله. المنافسات قوية، دول الخليج كلها قوية مستوياتهم، وحنا إن شاء الله جاهزين للبطولة.
هذه السنة الثالثة تقام فيها البطولة، وفي منافسات رائعة بين دول الخليج، وما شاء الله تبارك الله اليوم كانت المنافسة جدا جميلة، وفاز بالمرتبة الثانية الأولى والثانية أخواتنا من الإمارات ومن الكويت، والحمد لله قدرت دانيا تحقق المركز الثالث، وكمان منيرة أيضا من السعودية المركز الرابع، وكان الفرق تقريبا بيناتهم 30 إلى 40 ثانية، يعني كان أول مشاركة لهم في هذه البطولة، وكان هذا الفرق الحمد لله. نتعلم من أشقائنا دول الخليج، نأخذ من معرفتهم يأخذوا معرفتنا، نطور بعض. بالأخير هدفنا كلنا واحد، اللي هو الاستفادة من الرياضة، رفع مستوى شبابنا وشاباتنا في مختلف الرياضات. كانت استضافة جدا مشرفة، يعني ما شفنا بصراحة من أخواننا الكويتيين إلا كل شيء مبهر وجميل، فيه عطاء واضح، في اهتمام، في تفاني بالرياضات المختلفة. طبعا اليوم سباق كان مثير، كان في تنافس لآخر لحظة، وفزت بثلاث ثواني على المتسابقة الكويتية ما شاء الله لطيفة، تسابق معها من 6 سنوات، فلقاء مشرف مرة أخرى في هذا السباق، والحمد لله تنافس طيب، والحمد لله أني حققت الذهبية وقدرت أتغلب. بعد توني منضمة لفريق محترف اللي هو UAE Team ADQ، فطموحي إن شاء الله هذا الصيف أني أتسابق في أوروبا وأقدم مستوى مشرف للإمارات إن شاء الله. اليوم كان سباق فردي ضد ساعة، اللي هو المجهود يكون فل من البداية للنهاية، فالواحد يقدم اللي عنده، والحمد لله يعني قدرت أتغلب على المنافسين بفرق بسيط يعني، فهذا يبين أن التنافس كان قوي ما شاء الله. الحمد لله حققت اليوم الميدالية البرونزية في سباق الفردي ضد الساعة، كان سباق صعب بس الحمد لله قدرت أجيب مركز حلو الحمد لله إن شاء الله. يعني هذا أعطانا دافع وحافز للسباق الجاي إن شاء الله وللبطولات الجاية، فإن شاء الله القادم أفضل لكم. صراحة كان جدا جميل، الاستضافة مرة حلوة، ما قصروا معانا في كل حاجة، التنظيم أي شيء نبغاه يوفروا لنا هو، صراحة كان التنظيم جدا مرتب منهم، يعطيهم العافية ما قصروا، وهذا المتوقع منهم اصلا. اليوم لعبنا سباق فردي ضد الساعه، اللي سووه بجسر جابر، مسافه السباق تقريبا 13 كيلو، الحمد لله حرصت الفضيه بفارق 3 ثواني عن الذهبيه. طبعا الفوز الثاني على التوالي الحمد لله رب العالمين، الفريق قدم اداء ممتاز اليوم. قاعدين بعد المباراه الاولى ما كانت مباراه افتتاحيه، طبعا كل عارف صعوبه مباراه الافتتاحيه، فريقنا قدر انه يتجاوز هذه المباراه. اليوم المباراه الثانيه قدم فريق مستوى كبير، قدرنا اليوم الحمد لله نتخطى فريق مثل فريق السعودي، طبعا فريق الكل عارف مستواه، كل عارف الخبرات الموجوده فيه. ان شاء الله نطمح احنا نمشي خطوه خطوه الى ان احنا نتجاوز جميع الفرق
والمراحل اللي راح تجينا ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله. اظن المنتخب السعودي يعني بدايه المباراه ما كان اتوقع متاثر من خسارته من مباراه امس، فما كان يعني ما كان في وقته في يومه، بس ما عدا الشوط الاخير هو اللي لعب فيه كويس. في الاخير يعني هي بطوله بين اخوان، يعني ما فيها فايز ما فيها خسران، بس احنا طبعا اكيد نطمح حق الفوز يعني، لكن لو خسرنا ما راح نزعل، انا ما راح تروح بعيد يعني. الحمد لله على الفوز، فوز مهم جدا، انت عارف يعني البطوله على شكل دوري، فخساره ممكن تطلعك من المنافسه على المركز الاول، والحمد لله يعني امس فزنا واليوم فزنا، لعبنا مباراه ممتازه ومستوانا قاعد يتحسن من مباراه لمباراه، وان شاء الله القادم افضل يعني، والله يوفقنا في الجاي. المنتخب السعودي يمتلك مزيج من بين اللعيبه الخبره والشباب، فريق صعب فريق قوي، لكن بعزيمه الشباب وتركيز واللعيبه اليوم قدرنا نحقق الفوز الثاني. مثل ما تعرف بطوله الخليج عباره عن دوري، وكل مباراه تعتبر فاينل. باذن الله احنا جاهزين من مباراه لمباراه، وراح نقدم ان شاء الله من مستوى الاعلى ان شاء الله. مبروك للمنتخب القطري، هارد لك لنا، منتخب قوي، لعبنا كويس قدامه، لكن الحمد لله على كل حال مو مكتوب لنا، وان شاء الله نعوض المباراه الجايه لسه في البطوله. تنظيم الصراحه نشكر الكويت على التنظيم، كل المنتخبات جاهزه ومستعده، لعبنا اول مباراتين سوينا اللي علينا، باقي لنا مباريات قدام وان شاء الله نطلع بشكل ممتاز. اكيد كانت مباراه صعبه صراحه، منتخب قطر قوي وعلى مستوى عالي، واحنا قدمنا اللي علينا والباقي على الله ان شاء الله. المراكز الاولى والمركز الاول اذا يعني قدرنا ان شاء الله، بس ما قدرنا نطمح للثلاثه الاوائل ان شاء الله. اولا نشكر الاتحاد الكويتي واللجنه الاولمبيه الكويتيه باستضافه هذه البطوله، هذه الدوره التي هي تجمع للشباب الخليجي بشكل عام، وسعداء جدا بتواجدنا في هذا الحدث، وانا احد اعضاء لجنه الحكام في الكره الطائره، والحمد لله رب العالمين لقينا كل ترحيب من المطار إلى الفندق، التغذية، جميع الأمور، الابتسامة الدائمة على محيي جميع الشعب الكويتي، ونشكرهم على ذلك. بالنسبة للحكام الحمد لله رب العالمين، أيضا عندنا نخبة من حكام دول مجلس التعاون، وهم لديهم الخبرة في إدارة المباريات جميعها. الحمد لله إلى الآن اليوم الثاني أربع مباريات، أبدا لم يعني ما شفنا أي أمور تحكيمية أو مشاكل تحكيمية، وهذا يدل على قوة التحكيم في هذه البطولة. الحمد لله رب العالمين، يعني هذه أول مشاركة حق أغلب اللاعبين على مستوى الخليج، وطامحين للأفضل، وجينا مستعدين يعني حق البطولة وجايين ننافس إن شاء الله. لعبنا أمس مباراة ضد منتخب قطر وخسرنا منها، واليوم ان شاء الله ثاني لقاء مع منتخب الكويت المستضيف. ان شاء الله نحن جايين ننافس، واستعدنا استعداد يعني قوي وتحضير يعني بكل جاهزيتنا، نحن جاهزين ان شاء الله، عملنا معسكر خارجي داخل بلغاريا وحضرنا لحالها البطوله هذه بكل يعني بكل تحضير
وان شاء الله ان شاء الله قادرين ان شاء الله. حقيقة فخورين بوجودنا وحضورنا هذا التجمع وهذه المنافسات الخليجية. الجميع فائز، تجمع خليجي متميز في دولة الكويت الشقيقة، تنظيم أكثر من رائع وروح أخوية تجمع الشباب الخليجي من نساء ورجال، بطولات ألعاب متنوعة، والمنافسة الخليجية هذه بطولة الألعاب الخليجية الأولمبية نجحت حقيقة قبل ما تبدأ، ونشوف نحن النجاح هذا يوم من اليوم وحضور جماهيري متميز. كل التوفيق والشكر للجنة التنظيمية، اللجنة الأولمبية الكويتية التنظيمية.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على الفوز وفرحنا الجماهير البحرينية. طبعا هالبطولات احنا ناخذ المباراة الدورة ناخذها خطوة بخطوة، يعني مباراة بمباراة، والحمد لله ركزنا على مباراة قطر وخذيناها، وحين على السعودية وان شاء الله اتوقع بنلعب ويا الامارات سيمي فاينل. ومثل ما قلت لك مباراة بمباراة، كل مباراة ظروفها ونتغلب على الظروف، تعليمات المدرب، تكاتف اللاعبين وناخذ المباراة ان شاء الله. اي نعم ما شاء الله في مواهب جاية، ومنتخب الامارات، منتخب السعودية، منتخبنا البحرين، في مواهب، حتى منتخب الكويت ما شاء الله في صغار وقاعدين يجددون الأفرقة، بس المستويات متقاربة يعني جدا جدا، ما تقدر تتنبأ من بياخذ البطولة، ما تقدر تتوقع يعني. انا اتوقع ان المباراة الجاية السيمي فاينل والفاينل راح يعني تخلص في الرمق الأخير من المباريات يعني. ربي ما وفقنا الجيم هذا، واهم حاجة انه دخلنا في المربع، وبإذن الله واحد الأحد في المباراة القادمة نعوضها بإذن الله واحد الأحد، يعني جيم وراح. والله هو حقيقة يعني كنا نحتاج يعني نفوز المباراة هذه، لكن الله ما أراد، نحاول نعوضها في المباراة الجاية وربنا يوفقنا بإذن الله واحد الأحد. أكيد يعني إحنا المباراة كانت مهمة لنا عشان تصفيات كأس العالم اللي بنلعبها عقب أسبوعين، وبنلعب ضد نفس الفريق، فريق الإماراتي، فكنا نبي نرسل رسالة حق المنتخب الإماراتي إن مهما الخسائر إحنا فريق قوي وموجودين. يعني إحنا أكيد يعني مو برضين على أداء، يعني ما وصلنا المربع الذهبي وهاي شيء ما يرضي أكيد، لكن نتعلم من أخطائنا وهاي شيء زين يعني. أكيد أكيد كانت مشاركة ممتازة، والفرق اللي موجودة فرق وايد قوية وساعدتنا ان احسن ان احنا نصير لعيبه احسن يعني. والله احنا ندعم اي شيء في كره سله احنا ندعمه، بس هاي البطوله جيده يعني، جيده حق دول الخليج اذا في استمراريه، ان شاء الله تصير في استمراريه علشان الدول تهتم اكثر يعني. كل سنه عندنا بطوله للفئات السنيه، لكن يمكن الكورونا شويه اثرت علينا الفتره هذه، بس احنا سنويا عندنا يعني سنه عندنا تحت 18، سنه عندنا تحت 17 يعني. لا ما احنا جربناها قبل، جربها الاتحاد الدولي، اللاعب بعد ال 18 اذا ما يقدر يلعب في الفريق الاول خلاص ما منه فايده يعني. اللي جربنا احنا تحت 23 كانت قبل البطوله موجوده حتى على مستوى العالم، لكن ما نجحت يعني، ما كانت مجديه يعني. دول الخليج دائما مع بعض، صعب تحدد المستوى الفني لهم، لان كلهم عارفين بعض وقريبين من بعض ودائما يلعبون مع بعض، فما تقدر تحدد. حتى الحين يعني الحين الكويت متصدره، لكن ما تقدر تقول الكويت تاخذ البطوله، والسعوديه الاخير، لكن ممكن تكون السعوديه يعني اي فريق ممكن من الاربعه ممكن يكون هو البطل يعني. المستويات متقاربه والخليجيين عارفين بعض، فما تقدر تحكم عليها من ناحيه فنيه كامله يعني.
الحمد لله طبعا الشكر موصول حق الدعم الدائم موجود من البنات من الستاف من الجماهير الموجوده، شايف انت الجماهير الموجوده، فالحمد لله دام قاتلنا لي قبل النهائي، النهائي لنا باذن الله. انا ما كذب عليك، الفريق كان تحت ضغط تحت ضغط، لكن فريق واحد كلمه واحده وستاف، كلنا تعاملنا مع الضغط هذا وكنا متوقعين ان المباراه تكون صعبه، احنا ما توقعناها انها تكون سهله بطلع. لكن عرفنا التعامل معاها وهذا بفضل الله، وبعدها مجهود الفريق ومجهود الاداره كلها، صح ولا لا؟ اما موضوع الركلات الترجيح هذه صار تشبني، انا ضيعت واحده وسددت الثانيه، الفريق ترى هو اللي قال لي، هو اللي قال، انا قلت لهم خلاص ما راح اشوت اول واحده، قالوا لا انت اللي راح تروحين، والحمد لله توفيت من رب العالمين. اما اليوم انا اقول لك اليوم يوم كان يوم ياسمين، لو بديت لها الحين اليوم كان يوم ياسمين، توفيت من رب العالمين والحمد لله. والجمهور هم ما قصر، الجمهور ما قصر، كان اللاعب معنا رقم 15، احنا 14 لاعب هم 15، قول هم واحد واحنا 14 اللي وراهم، عرفت شلون؟ يعطيكم العافيه ما قصرتوا، والوعد بالنهائي ان شاء الله. طبعا احنا وضعنا خطه من 4 سنوات، وهذه جهود 4 سنوات مع وجود السنتين للجائحة، لكن الحمد لله وصولنا النهائي يبين ثمار هذا التعب. مباراة كبيرة من الفريقين، يعني مباراة ممتعة، مباراة مستوى فني جدا عالي من الفريقين، أيضا لاعبات المملكة العربية السعودية أمتعونا في هذا اليوم، أمتعوا الجماهير. الحمد لله الرياضة النسائية بالكويت أو رياضة المرأة قاعد نشوف تطور فيها في السنوات الثلاثة الأخيرة بدعم كبير من رئيس اللجنة الأولمبية شيخ فهد ناصر صباح الأحمد، وأيضا دكتور حمود فليطح ودكتور صقر الملم الهيئة العامة للرياضة، داعمين للكرة النسائية بشكل خاص وبشكل عام رياضة المرأة. نفس ما تفضلت دوري السيدات صار ل4 سنوات، لاعبات مميزات عندنا في المنتخب، معدل الأعمار نزل في آخر سنة، وهذا المطلوب لبناء مستقبل أو منتخبنا للمستقبل إن شاء الله. نتمنى التوفيق لمنتخبنا في المباراة النهائية، ونطلب من جماهيرنا يآزرونهم ويشجعونهم، وإن شاء الله يكون فالهم الذهب.